السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكلمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم الميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. عودنا إليكم اليوم بواحد العروض ديال بيل اللي غتكون إن شاء الله جهوية. هاد العروض هذه تكون إن شاء الله يوم الجمعة 26 مارس 2021، وهي تكون في عدة محلات وعدة جهات. باش تكتشفوا هاد الجهات هذه بقى معنا حتى الأخر ديال الفيديو إن شاء الله، وتابعوا معنا هاد العروض هذه إن شاء الله غادي تعجبكم. ورا كنا دوزنا العروض الوطنية اللي كاينة في جميع المحلات ديال بيل في المغرب، فدخلوا للقناة غيتلقاوهم غيعجبوكم إن شاء الله، فراهم عروض زوينة بزاف. أو دخلوا صندوق الوصف غيتلقاو الروابط كاملين تما إن شاء الله. قبل ما نبداو كنبغي نشكر جميع المتابعين اللي باركونا في الفيديوهات السابقة الوصول ديال القناة ديالنا 100,000 مشترك، كنشكرهم بزاف، الله يجازيهم بخير، الله فرحونا بزاف، الله يعطيهم ما يتمناو إن شاء الله. واللي اول مره يزورنا في القناه يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله. وبلا ما نطولوا هذه المقدمه نبداو على بركه الله. بسم الله. كاين اول منتوج معنا كما كتشوفوا، هذا الخلاط الكهربائي متعدد الاستعمالات، هذا الروب من لاكور كما كتشوفوا معنا جايب هذا الشكل. هذا راه فيه بزاف ديال الاستعمالات وبزاف ديال الاكسسوار جايين معاه كما كتشوفوا معنا، مكون من 33 بياسة. هذا تقريبا بحال داك الروبو اللي كنا دوزنا في شي عروض سابقة في الأسبوع الماضي أو اللي قبله. بالنسبة لهذا كما كتشوفوا معنا راه مع هاد الغرف، هذا مع هاد الأكسسوار، هذا مع هاد الطحنة ديال القهوة، مع بزاف ديال الأكسسوار صراحة ما عرفتش علاش كيصلحو بالضبط كاملين، مع هاد الهاشوار هادي كما كتشوف معنا كتهز 750 ملي، وكيعطيوكم معها 4 ديال البواطات ديال العصير كما كتشوف معنا، ممكن تاخذوهم معكم في اي مكان. بالنسبه لهذا الروبو هذا متابعينا الكلام متابعتنا الكلمات، راه مكون من 33 قطعه كما كتشوفوا معنا من الشركة ديال لاكور أوريجينال، وكما كتشوفوا راه عنده عدة استعمالات. المرجى من السيدات اللي جربوه أو عارفين الاستعمالات ديالو يشاركونا التجارب ديالهم والمعلومات باش نستافدو جميعا إن شاء الله. كاين أيضا معنا واحد الترموسة كما كتشوفوا معنا، بالنسبة لهذا الترموس هذا راه كبير بزاف، راه كيهز 3 لتر كما كتشوفوا، كيجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا راه كيصلح للناس اللي كيخرجوا ديما، يعني كيديروا الرحلات او كيمشيو يتغداو في شي بلاصه هكا في الطبيعه ولا هادي، راه زوين بزاف، كيهز 3 لتر يعني حجم عائلي كما كتشوفوا معنا. راه جايب هذا الشكل هذا من الشركه ديال بانديانيا. الترموس هذا راه داير 170 درهم، 3400 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال الاواني منزليه من الشركه ديال ليكسوس كما كتشوفوا معنا. اول منتوج معنا هذا الكاسرول من الالومنيوم، هذه مغطاه بالتيفلون يعني ما كتلصقش. بالنسبه للديمونسيون ديالها 20 سنتيم، هذه راه كانوا جابوها في العروض الجهويه الاسبوع الماضي ايضا كما كتشوفوا، جايه بهذا اللون هذا الاسود والاحمر. الديزاين ديالها زوين بزاف صراحه، والثمن ديالها 2400 ريال 120 درهم. كاين ايضا معنا واحد الطنجره بغطاء مارميت افيك كوفيركل كما كتشوفوا معنا، حتى هي مصنوعه من الالومنيوم مغطاه بالتيفلون يعني ما كتلصقش نورمالمون. ديمونسيون ديالها 28 سنتيم، عندها الغلاقه ديال الزاج، لي بواني ما كيسخنوش كما كتبين هنايا، ومن الشركه ديال ليكسوس كما قلنا 28 سنتيم، دايره 4000 ريال 200 درهم كما كتشوفوا. كاين ايضا معنا هذا المقلات، حتى هي من نفس الماده وبنفس الديزاين، هادو راه كيجيو اونصوم زوين، مصنوعه من الالومنيوم مغطاه بالتيفلون، 30 سنتيم في الديمونسيون ديالها، وحتى هي اليد ديالها عازله للحراره. من الشركه ديال ليكسوس 130 درهم 2600 ريال او 26 مية. بالنسبه لهادي كما شفتوا راه كتجي مع هاد 3 ديال المنتوجات اونصوم، لا يجيو زوينين.
بالنسبه لهادو اللي دازوا في العروض الجهويه ما كانوش من نفس الشركه الى راكم متبعين معنا، كانوا من الشركه ديال هايب ولكن الاحجام ديالهم تقريبا كامله اصغر من هادو والازمنه ديالهم مختلفه. الى بغيتوا تطلعوا على داك العرض دخلوا للقناه غتلقاوه ان شاء الله، راه غيبان لكم بالصوره المصغره ديال الفيديو، ودخلوا وطلعوا على الازمنه ديالهم. كاين ايضا معنا واحد الغلاي كما كتشوفوا معنا، هذا من الاينوكس من الشركه ديال تاتش، كاباسيتي ديالو 5 لتر. انا شخصيا عندي في المنزل غلاي من الاينوكس من الشركه ديال تاتش، الديزاين ديالو مختلف على هذا، ما متاكدش من الكاباسيتي ديالو واش 5 لتر او اقل او اكثر، وزوين بزاف صراحه. بالنسبه لهذا راه الثمن ديالو 180 درهم كما كتشوفوا معنا، يعني 3800 درهم. مرجو من السيدات اللي جربوه حتى هما يشاركونا التجربه ديالهم، باش اللي بغى ياخذو ياخذ شي حاجه يكون متاكد منها. وكاين ايضا معنا واحد الحاويه ديال الطعام، هذه بالنسبه للي خدام او موظف او هادي، راه ممكن يدير فيها الطعام ديالو ياخذو معاه، فيها 3 ديال البياسات او ديال البواطات، يعني ممكن الانسان يفرق يدير في وحده السلطه مثلا في وحده الماكولات. وكما كتشوفوا كاين اللي مقسمه على جوج، كاين اللي جايه بياسه وحده. كما كتشوفوا المميز في هاد البواطات هادو انهم كيحافظوا الحراره، يعني بحال اللي كتاخذوا معكم ترموس يعني غديروا فيها الماكله سخونه غتبقى سخونه ان شاء الله كما شفتوا معنا. وعندهم غطاء زجاجي كما شفتوا. بالنسبه للثمن ديال هادو راه 3 البياسات ب 120 درهم، يعني ب 2400 ريال 24 100 كما شفتوا معنا. هذا هو اخر منتوج معنا في هذا العرض متابعينا الكرام، متابعتنا الكلمات ما فيها بس نراجعوا هذه العروض هذه. كما شفتوا معنا في الاول كان معنا واحد الروبو ملتي فونكسيون كما شفتوا، 33 قطعة داير 450 درهم كما شفتوا معنا، يعني 9000 ريال، يعني 9000 ريال كما شفتوا. ورا ربما راني نسيت ما ذكرت لكم الثمن في اول فيديو، هذا راه داير 9000 ريال 450 درهم. كاين ايضا معنا شفتوا معنا هاد الترموس داير 3400 ريال فيه 3 لتر. شفتوا معنا هاد المجموعة ديال الاواني اللي جاية بنفس الديزاين اللي كيبان زوين صراحة. المرجو من السيدات اللي جربوا هاد النوع ديال الاواني يشاركوا التجربة ديالهم معنا باش تستافدوا جميعا. بالنسبة للكاسرول فيها 20 سنتيم دايرة 120 درهم 2400 ريال. بالنسبة لهاد الطنجرة دايرة 4000 ريال 200 درهم فيها 28 سنتيم، وهاد المقلاة دايرة 120 درهم 2600 فيها 30 سنتيم. ايضا شفتو معنا هاد الغلاية ديال تاتش 5 لتر من الاينوكس، وهاد الحاوية ديال الطعام بورت مونجي دايرة 120 درهم 2400 ريال كما شفتو معنا فيها 3 ديال البياسات. بالنسبة لهاد العروض هادي متابعينا الكرام غتكون يوم الجمعة 26 مارس 2021، غتكون ان شاء الله في المدينة ديال الدار البيضاء بالجهة ديال عين السبع بالمسيك سيدي عثمان حي المحمدي ومولاي رشيد سباتة كراج علال المنظر العام وسط المدينة قرب من المعارف، وممكن تكون في محلات اخرى اللي قريبة لهاد الجهات هادي. مرجو من السيدات اللي لقاوها في شي بيم من بيمات يشاركنا يقولنا راه كيكون هاد العروض حتى في هاد المحل وفي هاد المنطقة، ونشكروهم مسبقا. وما تنساوش متابعينا الكرام دخلوا للقناة وتابعوا العروض ديال بيم ديال يوم الجمعة، العروض الوطنية اللي غيتكون في جميع المحلات ديال بيم، فراهم عروض زوينة بزاف غيتعجبكم ان شاء الله. دخلوا للقناة غيتلقاوهم، راه فيهم واحد العجانة والعديد من الأجهزة الكهربائية، ان شاء الله غادي ينالوا الإعجاب ديالكم. ولا أول مرة يزورنا في القناة يشتركوا ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله. نتلاقاو في فرصة أخرى ان شاء الله في عروض أخرى وهميزات أخرى. دمتم بخير متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.